جمهور ريال مدريد، هل أدى الكرة أمام بطل أوروبا نادي تشيلسي هزتكم ولاك؟ سياحة اقترب 4. وين هول المدريدية اللي قالوا قبل المباراة إنه بلا بنزيما مع بنزيما مدريد بما الحضر، وقالوا نحن لن أتلتيكو مدريد لن يكون 4 ولا نابولي ولا بلباو ناو ناو؟ لا يا طوبر قلبي، أكلت 4 وقلت بالآخر صفر يا حكم صفر، أنقذنا يا حكم أنقذنا، لأنه بحال أكلت الخمسة حيجي بيكي يعمل لك هيك هيك. بس يا عمري انت مش عارف ان الفوتوشوب من بعد المباراة كان له دور، اجوا عطصوله اصبعه لبيكي وصارت 4 ولك سياحك طلب لفوق ولك. بعدين شوفوا لي هيدي اللقطة اللي قدامكم، فينيسيوس ترك انشيلوتي وراح ياخد تعليمات من تشافي، ولما تريدي اقسم بالله انت لما تاخد دوري مش هتتهنى فيه. لك شو 4؟ بكره ما يسالوك لما اخذت الدوري شو عملت، بتقول لهم اكلت 4 من برشلونه بالكاسيكو بارضك ولك. خلص انا ما عادش بدي احكي ولا كلمه. مهم غدا حنعلن عن 5 الرابحين، وباذن الله عملكم حسم على طقم ريال مدريد 4%، ومن بعد مباراه تشيلسي حتكون 5% باذن الله.